طيب انا كان معايا النهارده زميلي رئيس تحرير الشروق الغراء الاستاذ عماد الدين حسين. اهلا بيك يا استاذ عماد. يعني بيك استاذ سالم. النهارده طبعا انت كنت في هذا اللقاء مع السيد الرئيس. انا مش عايز اقول لك اهم ملاحظاتك، اهم انطباعاتك. كان موجود الدكتور مفيد شهاب وتعرضت وثائق مهمه، ما هي القناعه التي خرجت بها يا استاذ عماد؟ الاول حضرتك كنت بتبتسم ليه يا استاذ خالد لما الرئيس اتكلم عن السويس؟ علشان الحاجات دي بتحصل يا فندم حضرتك. طيب بطبيعه الحال الجزء بتاع الدكتور مفيد شهاب كان مهم للغايه، لانه كان بيتكلم عن حقائق، لانه في هذه القضيه تحديدا كان هناك جدل شديد جدا وتداخل ما بين العواطف، وهي شيء مقبول ومفهوم في مثل هذه القضايا، والاحاسيس الوطنيه والافكار السياسيه او المواقف السياسيه، وبين الحقائق كما هي موجودة على الأرض. نعم. دكتور مفيد شهاب تحدث عن حقائق محددة. وأنا أظن كمان اللي كان مفيد جدا اللي هو محسن حمدي حينما عرض الخريطة التي رأيناها معا في اللقاء الذي لم يذاع للأسف، وأتمنى مش عارف ليه ما ذاعوهوش ده. أنا بطالب السيدة صفاء حجازي وعصام الأمير يا جماعة ذيعوا الجزء الأولاني طالما تسجل، لأنه دكتور مفيد شهاب قال كلام مهم قوي. لكن يعني هذه الحقائق وهذه الخرائط التي عرضت والوثائق، يعني الحكومة قالت أنها لم تكن تستطيع أن تعرض كل هذه التفاصيل على الرأي العام، لأنه ربما كان حصل جدل كبير خلالها، وأن دورها هو يعني توقيع الاتفاقات، ودور المجتمع المدني والمجتمع عموما أن يناقش، ودور البرلمان أن يوافق أو يرفض، وبالتالي يعني رب ضارة نافعة. علينا ان يعني تذهب الحكومه الى البرلمان. ايه القناعه التقييم. ايه القناعه اللي جت عندك يا استاذ عماد؟ القناعه ان هو جزء كبير جدا من الحقائق كانت غائبه عن الناس. حسني مبارك ارسل، يعني لاحظ النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال 3 مرات بثلاث طرق مختلفه اننا ورثنا وضعا، ده بالعربي البسيط، يعني ان رئيس جمهوريه اصدر قرار جمهوري سنه 90، وزير خارجيته وحكومته سنه 89 بعثت رساله واضحه للحكومة السعودية بتقول لها أن هذه الأرض سعودية وأنها لم تكن تمنع في ذلك، وكان الخلاف فقط حول توقيت إعادة هذه الأراضي، وبالتالي بيقول نحن يعني تتذكر الزميل أظن حافظ أبو سعدة الحقوقي البارز حينما تحدث عن ضرورة الذهاب إلى التحكيم، وكان الرد عليه واضحا، كيف أذهب إلى التحكيم وأنا أرسلت إلى الطرف الآخر. مبارك أصلا اعترف بها، يعني مبارك اعترف بالجزر وبعثت له بورقة رسمية تفيد ذلك. فبالتالي حتى يعني انا احترم اراء كل المعارضين لهذا الاتفاق واتفهم دوافعهم تماما، وبالتالي على الحكومه ان تذهب بكل المستندات والوثائق والوقائع التي تقولها وتعرضها على الناس ووقتها وعلى ممثل الشعب بطبيعه الحال، ووقتها اما ان يوافق الناس على حقائق واضحه او يقولوا لا، وبالتالي يعاد التفاوض مره اخرى. يعني لان النهارده كان في كلام مهم جدا ان هذه الاتفاقيه لم تدخل حيز التنفيذ ولن تدخل حيز التنفيذ الا عندما تقرر من البرلمان ويتم تبادل التصديق عليها من برلمان البلديه او مجلس الشورى او في السعوديه ومجلس النواب في مصر. تمام، شكرا جزيلا استاذ عماد حسين. يعني لسه في خطوه اخرى، خطوه البرلمان، والنهارده الدكتور مفيد شهاب تحديدا قال كل الوثائق هتكون متاحه امام البرلمان. ما قاله الرئيس السيسي انه لا يمكن لدوله تسعى الى الحق ان هي إذا كانت تبين في ضمير الإدارة المصرية أن هذا الحق هو لأشقائنا في المملكة وأن هذه الجزر كانت تحت الإدارة المصرية لفترة مؤقتة، فإذا تبين لها أنه الحق فخلاص، يعني الحق يعود لأصحابه.